القوم الأكثر شهرة وخطورة في التاريخ. معظم سكان الأرض لم يسلموا من بأسهم الشديد. في الصيف كانوا مزارعين ورعاة وصائدي أسماك، وفي الشتاء غزاة متعطشين للدماء، وصفوا بالشيطان المميت. ولكن اختفاؤهم فجأة عن الوجود خلف سراً هو الأكثر غموضاً في التاريخ حتى اليوم. الفايكينغز. لنغص في تفاصيل الفايكينغز، ولكن لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. عصر الفايكينغ هو من أكثر العصور المحيرة في التاريخ، فقوم الفايكينغ لم يقوموا بإرساء إمبراطورية متماسكة الأطراف ذات عاصمة واحدة وقيادة مركزية، ما شكل تحدياً حقيقياً أمام العلماء لفصل الأساطير عن الوقائع بهدف فهم ما حدث في تلك الحقبة الدموية والتي انتهت بالاختفاء المفاجئ لهم من دون أي سابق إنذار. لنستكشف عالم الفايكينغ المريب، من هم؟ أبرز شخصياتهم، معتقداتهم، أدواتهم، غزواتهم وأساطيرهم المريبة، حتى نصل إلى الحدث الأكبر اختفاؤهم المفاجئ، ونكتشف سوية آخر الأبحاث والدلائل التي وجدها العلماء عن أثرهم حتى يومنا هذا. الفايكينغ أو رجال الشمال محاربون شرسون بكل ما للكلمة من معنى، عرفوا بشجاعتهم وبسالتهم وبتعطشهم للدماء والغزو وامتلاك الكنوز النفيسة. تواجدوا في منطقة اسكندنافيا التي تضم الآن كل من النرويج والدنمارك والسويد وأيسلندا. عاشوا في الحقبة الممتدة بين القرن الثامن والحادي عشر، حيث شنوا غزوات لا تعد ولا تحصى بهدف إشباع رغبتهم الجامحة بتوسيع مملكتهم وإكثار ثرواتهم، إلى أن اختفوا فجأة. لغتهم هي اللغة النوردية القديمة، وهي ما يعرف اليوم باسم اللغات الجرمانية الشمالية. الفايكينغ شعب وثني قدس عدداً من الآلهة، أبرزها أودن إله الحرب، ثور إله الرعد، وبالدر إله الضوء. وكانوا يؤمنون بشدة غير قابلة للنقاش بأنهم إذا ماتوا بشكل بطولي فإنهم سيدعون في الحياة الأخرى إلى العيش مع الآلهة في فالهالا. لنتوقف قليلاً عند فالهالا، إلى ماذا ترمز؟ حسناً، بحسب الأساطير الإسكندنافية هي قاعة ضخمة مهيبة داخل قصر عظيم في آسغارد بالعالم الآخر. يعيش في فالهالا كل من مات ببسالة في المعارك، وذلك بضيافة الإله أودن، حيث يتمتعون بأشهى الولائم إلى أن يأتي اليوم الذي سيحاربون به العمالقة إلى جانبه، والمعروف بيوم الراغناروك الذي سيعيد السلام من جديد. لنكمل، إلى جانب آلهتهم الوثنية يؤمن الفايكينغ أيضاً بإله يشبه الوحش بالنسبة لهم، وحش بحر الشمال أو الإله اللوكي، بحيث كانوا يعتقدون أن أودن أرسله بهدف إنذار البشر من ارتكاب الشرور والمعاصي. هذا الاعتقاد دفعهم إلى نحت وجه الوحش لوكي كما تخيلوه على مقدمة سفنهم، وذلك للاتقاء من شره. هذا ليس كل شيء فيما يتعلق بسفنهم، فهي الأخرى تخفي لغزاً ضخماً سنتحدث عنه في وقت لاحق من الحلقة. يعتمد الفايكينغز بشكل أساسي على الزراعة وتربية المواشي وصيد الأسماك، ومع مرور الوقت وتوسع سيطرتهم دخل الفايكينغ عالم التجارة بقوة، وأسسوا مراكز متعددة أبرزها في هيدبي بالدنمارك الذي يعد المركز الأكبر والأهم في تاريخ الفايكينغ، وقد تمكنوا من خلاله من السيطرة على خط التجارة باتجاهاته الأربعة: الشمال، الجنوب، الشرق والغرب. حسناً، بأي تجارة اشتهر الفايكينغز؟ العملات النقدية العربية، الذهب، الفضة، الأحجار الكريمة، إلى جانب الأقمشة والفرو وحتى الرقيق. صدقوا، تجارة البشر. تتساءلون عن كيفية حصولهم على البضائع والمنتجات. حسناً، المصدر الأساسي لها هو الغزوات التي اشتهروا بها، والتي كانت سبباً في وصفهم عبر التاريخ بالوحوش وبذئاب البحر.
لم تعص عليهم وجهة واحدة على وجه الأرض، وذلك لأسباب متعددة إلى جانب طبيعتهم الشجاعة. السبب الأول، سفنهم الاستثنائية. شكلت صناعة السفن لغزاً حقيقياً لما تتمتع به من تقنيات عالية ومستوى تصميم دقيق، واعتبره العلماء متقدم للغاية بالمقارنة مع إمكانيات تلك الحقبة. فقد كانوا يدرسون طول السفن وعمقها بدقة لا تصدق، بالاعتماد إلى الوجهة التي سيغزونها وطبيعة المياه التي سيبحرون فيها. وما لن تصدقوه أنهم كانوا يبنون السفن بتقنية تسمح لهم بدفن موتاهم عليها مع ممتلكاتهم ومؤنهم، ظنا منهم أن السفينة ستصل بالموتى على متنها إلى مكان هو الحياة الأخرى بالنسبة لهم. السبب الثاني، سيف الفايكينج المعروف بسيف أولفبرت هو الأفضل على الإطلاق، وقد سبق زمانه بمئات السنين ليكون بدوره لغزاً آخر يلف حقبة الفايكينج. فقد صنع السيف من الفولاذ الصلب والنقي، وهو مادة لم يعرفها العالم آنذاك إلا بعد قرون عديدة. فكيف تمكن الفايكينجز من الوصول إلى هذه المادة؟ لا أحد يعلم حتى يومنا هذا، مع العلم أن الأبحاث ما زالت جارية لاكتشاف أسرار سيف الفايكينج الذي لم يتم العثور سوى على حوالي 100 سيف حقيقي من سيوفهم. السبب الثالث، البوصلة الشمسية. هي قرص خشبي كان يستعمله الفايكينج لمعرفة الاتجاه بالاستناد إلى ظل الشمس. والآن بعد هذه التفاصيل المقتضبة عن قوم الفايكينج، لنتحدث قليلاً عن غزواتهم. اقتحام لندسفارن على الساحل البريطاني في العام 793 كان بداية عصر غزو الفايكينج، حيث اكتشفوا الغرب الذي كان باعتقادهم مجرد حكاية وهمية غير موجودة. حينها هجم الفايكينج على الدير في الجزيرة، حرقوه وقتلوا الرهبان واستولوا على المقتنيات الثمينة، لينطلق بهذا حلمهم بالتوسع والاستيلاء على أكبر عدد من الكنوز. هذه الغزوة فتحت باب الغزوات وتوسعها إلى داخل القارة الأوروبية وحتى القارة الأمريكية، التي بحسب الأساطير يقال أن القائد ليف إريكسون ابن القائد إريك الأحمر قد توجه من غرينلاند إحدى أبرز ممالك الفايكينج بهدف توسيع نفوذ المملكة، فحط رحاله على نيوفاوندلاند المتواجدة على ساحل أمريكا الشمالية الآن. ما يعني أن الفايكينج هم أول من اكتشفوا أمريكا قبل كريستوفر كولومبوس بمئات السنين، لعله صحيح. بعد ذكر ليف إريكسون لابد من تسليط الضوء على أبرز ملوك الفايكينج، البداية مع إريك الأحمر والذي يعرف بهذا الاسم نسبة لشعره الأحمر. اكتشف إريك غرينلاند في العام 985. لدى إريك ثلاثة أبناء، أبرزهم ليف إريكسون الذي اكتشف الساحل الأمريكي، الملك الثاني هارولد جودوينسون الذي لمع في النرويج وحقق غزوات وانتصارات كبيرة، ومن أبرز إنجازاته أنه أدخل الفايكينج عصر التجارة بعد اكتساب كافة المعارف عنها من غزواته وترحاله الدائم. أما الاسم الأبرز بين قادة الفايكينج فهو راغنر لوثبروك الأسطوري. حقائق هذا الملك مصدقة من أبرز وأقوى المصادر التاريخية. تزوج ثلاث مرات، زوجته الأولى لاغارثا، الثانية ثورا، والثالثة الملكة أسلوغ. لديه ستة أبناء وهم بيورن آيرنسايد، سيغارد عين الأفعى، إيفار الكسيح، أوبي، فيستريك وماغنوس. وتجدر الإشارة إلى أن أبناء راغنر أو راغنر سانز هم الذين كونوا الجيش الوثني العظيم للانتقام من ملك نورثومبريا الإنجليزي إيلا، الذي قام بإعدام والدهم راغنر برميه في حفرة مليئة بالأفاعي السامة. كان راغنر في بداياته فلاحاً بسيطاً قبل أن يتدرج في هرم السلطة والقوة ليصبح إيرلان ثم ملكاً ذو بأس شديد وأشبه بالآلهة بالنسبة لشعب الفايكينجز، ويقود غزوات واسعة. نتيجة غزوات الفايكينج واختلاطهم بالمجتمع المحلي الموجودين فيه، تعرف الفايكينجز على الديانة المسيحية واعتنقوها بعد أن كانوا يعبدون الآلهة والأوثان. استمر الفايكينجز بالتوسع، إلا أن غرينلاند
بقيت المستعمرة الأساسية لهم، بحيث وصل عددهم في العام 1410 إلى أكثر من 100,000 شخص. والمريب أن هذا التاريخ كان الأخير الذي سجل تواجد الفايكينغ في هذه المستعمرة، فمنذ ذلك الوقت لم يرى أحد منهم على الإطلاق. دخلت النرويج وآيسلندا مثل كامل أوروبا في متاهة من الحروب والأمراض الفتاكة، ما تسبب بانقطاع كل أشكال التواصل مع أهل جرينلاند. وبعد عدة سنوات عاد هانس إيج ليؤسس مستعمرة جديدة في جرينلاند سنة 1721، وقد تم البحث عن مستعمرة الفايكينغ القدامى، إلا أنه لم يتم العثور إلا على آثار قراهم وأكواخهم وبعض الحيوانات التي تركوها، ما جعل اختفائهم من أكبر الأسرار التي لم تحل في تاريخنا الحديث. قوم بأكملهم اختفوا. الفرضية المؤكدة تقول أن الفايكينغ سكان مستعمرة جرينلاند، أي البلاد الخضراء، سافروا للشمال لأقصى شمال جرينلاند حتى القطب الشمالي، حيث الحياة كانت ذات جنات وغابات دافئة وخصبة، والسمك متوفر بكثرة حتى اختفوا تماما. وفي محاولة جادة قرر فيرت، وهو من ضباط الفرقة البحرية للقوات الأمريكية، اكتشاف سبب اختفاء الفايكينغ بداية عام 1900، وذلك بعد أن درس طبيعة وطريقة عيش شعب الإسكيمو، الشعب الذي أكد أن الفايكينغ توجهوا شمالا نحو القطب الشمالي، حيث وجدوا هناك جنة تتوفر فيها بكثرة الأسماك، مكان قال الإسكيمو أنهم كانوا على علم به ولكنهم لم يفكروا بالعيش فيه لاعتقادهم بوجود كائنات شريرة به. وبحسب الأميرال كوك برادلي، فإن هذه المنطقة حيث كان اختفاء الفايكينغ تقع في جنوب غرب القطب الشمالي، وهي نفسها المنطقة غير المكتشفة في هذا القطب إلى اليوم. يحاول الباحثون وعلماء الآثار كشف سر اختفاء الفايكينغ إلى يومنا هذا، وقد باتوا على يقين بكيفية عيشهم وطبيعتهم من خلال الآثار المكتشفة، أبرزها سفنهم ومنازلهم ومزارعهم. إلا أن الطريق الغامض ما زال في أوله، وسر اختفائهم لا أحد يعلم متى سينكشف. الفايكينغز أحد الأسرار المريبة في هذا الكون، والمزيد من الأسرار في حلقاتنا القادمة. لا تنسوا الإعجاب في هذه الحلقة والاشتراك في القناة.